حنا شريسة للنظافة اليوم باش ننظفوا تونس، حنونة ماشية باش ننظف تونس، هيا معايا. انت من البلدية؟ ويكم يا جماعة البلدية؟ ويكم تنظفوا اليوم كيف الشعب ينظفوا ليتو تونس؟ انا ننظفوا اختي انا ننظفوا. وين ننظفوا؟ صحابك وينهم؟ جيت تعمل؟ نقنص. اش تقنص؟ تونس. يا اهلا وسهلا مرحبا بكم. هبطت الميدان بيدك اليوم؟ اي نعم. ايش هبطت تعمل؟ نخرج ننظف الدنيا. صورني بربي مع اللوحه هذه. روائح شهيه، روائح زكيه. الروائح مش نورمال مخلطه، رائحه البرتقال تفوق من هذا الكيس. رائحه الياغورت تفوق من هذه الكردونه. اهلا اهلا باخر كعبه في الفترينه. شنو احوالك؟ وين كنت لما اللي فاتوا؟ كنت خلوني كان في ايطاليا يتبضع. سي فري؟ بالرسمي؟ وينك يا خويا؟ فتش عليك بالفتاشه. مرحبا بيك. يا خويا خليتونا. انا جيناكم اخويا من سنة. وعليه جيتونا توا خاطر هبطنا احنا وحدنا الميدان النص. لا لا حابين نحسوكم باش تعبنا وكاو. قاعدين نعيشوا كالزبله في البوباله. الزبله موجوده والبوباله وين؟ هايك في الدار. زبله في بوباله. ياه 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 ياه. كما قاعدين تشوفوا الوان مش عاديه، روائح ذكيه وشهيه، شيء شيخ في المخ مش عادي. وعشت بكشور البنان، الريحه وصلت لليابان، من الزبله يخرج طابان. نشوفوا معناها نوعية الزبابل نتاع الأحياء الراقية، كيف ما قاعدين تشوفوا الألوان زاهية، كيف ما تشوفوا الغلال على كلونيا كريمة، الجو، ظاهرين احتفالات عيد ميلادات، ظاهرين دي كادو، يهدوا لبعضهم برشا في الأحياء الراقية، ظاهرين جاتوات، ياكلوا برشا في الجاتوات، هذايا كادو نتاع ذهب ملوح، ملوح في الزبلة في حي راقي، من زبلة الحي الراقي ماشي من زبلة الحي الشعبي باش تشوفوا شنو هي الفرق بيناتهم. أنا توا في مصبة نتاع زبلة في حي شعبي، بصراحة اللي لاحظتوا أنهم الألوان اللي هنا في الزبلة هذه تطغى عليها كان الألوان الغامقة والداكنة واللي توحي بالسواد، عكس الحي الراقي اللي يوحي بالزاو والترب والشيخة، بصراحة اللي لاحظتوا أن الزبلة ولات بالوجوه، هذا هو الفواياج نتاع زبلة زينو للمصب، النظافة من الإيمان والوسخ، النظافة من الإيمان، يعطيكم الصحة.